دار اياه 15 12 2012، اثار الدمار الذي خلفته عصابات الاسد في مسجد الصادق الامين، حتى بيوت الله لم تسلم من شرهم. دار اياه 15/12/2012، مسجد الصادق الامين في دار اياه. ترافق تصوير هذا المقطع مع تحليق للطيران الميج فوق سماء دارية. دارية خراب الذي خلفته عصابات الأسد في مسجد الصادق الأمين. جامع الصادق الأمين في دارية. بيوت الله لم تسلم من تخريب عصابات الأسد. لا يعرفون غير لغة الدمار والخراب.